والحقيقة يعني يمكن كل الناس منتظرة اللي هيحصل في ماتش الأهلي بكرة، وكل الناس متحمسة، كل الناس بتقول يا رب الأهلي بطل أفريقيا اللي معودنا دايما إنه يجتاز هذه البطولة وبسهولة. والحقيقة إنه مباراة الذهاب يمكن يعني ما كانتش عاجبة ناس كتير، والأداء الناس كلها كانت بتتكلم عنه، لكن إحنا كلنا أمل في المباراة بكرة. الجماهير مستعدة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتعزم بعض على الماتش، ومين رايح الماتش وهنستنى بعض فين، وده اللي احنا برضو متعودين عليه من الجماهير المصرية، كل الجماهير المصرية على وجه التحديد، لأنه الحقيقة الفرحة اللي شفناها من المصريين كلهم لما الزمالك فاز بالكونفدرالية يقول لك المشهد بكرة في الاستاد هيبقى عامل ازاي بإذن الله. عايزين نعرف تفاصيل عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة الترجي غدا، معانا ناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير عليك، وعايزين نعرف لو في رجوع لمصابين هيكونوا موجودين بكرة في التشكيلة، أو استبعادات كمان في التشكيلة جديدة، لأنه كمان عايزين نسأل عن البدلاء، وهنا على وجه التحديد في ناس احنا عارفين انهم مش موجودين، علي معلول على وجه التحديد مش موجود، مين البديل؟ اهلا بيك يا زهديل، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني فعلا مباراه في منتهى الاهميه، مباراه حاسمه بشكل كبير، مش بشكل كبير، هي حاسمه فعلا. ان شاء الله باذن الله الفريق اللي هيفوز هياخد البطوله، ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي. يمكن في حاله تركيز كبيره جدا من مجلس الاداره ومن الفريق ومن الجهاز الفني، والنهارده باين حتى في تصريحات مستر كولر وتصريحات كابتن محمد الشناوي، اللي برضه تصريحاته يمكن اتخذت برضه بمحمل خاطئ شويه. ناس كتير اتكلمت ان هو بيقول ان الاعلام في مصر هنا يعني بيكبر المواضيع وبيعمل مشاكل في الفريق، هي مش موجوده، ولكن هو الراجل برضه وضح تصريحه بعد كده في الغرف المغلقه، واكد ان هو ما يقصدش الاعلام بشكل عام، وبيقول ان الوضع مستقر، في بعض وسائل الاعلام بس بياخدوا الكلام او بيحرفوا بعض الحاجات دي اللي بتعمل مشكله، ولكن غير كده الوضع تمام بين طبعا اداره النادي الاهلي وبين النادي الاهلي وبين الاعلام المصري. بالنسبه طبعا للعيبه المصابه، طبعا فعلا الاهلي يمكن استعاد جزء كبير جدا من اللعيبه المصابه بتوعه، طبعا باستثناء طبعا علي معلول اللي للاسف طبعا اجرى جراحه على مستوى وتر اكيليس، يمكن الاصابه دي ممتده بشكل كبير شويه لمده لن تقل مثلا عن 4 5 شهور، فبالتالي علي معلول خارج الحسابات، ويمكن كمان عمرو السوليه خارج الحسابات، ولكن بخلاف كده البدائل يعني علي معلول مثلا هيبقى مكانه مين؟ كريم فؤاد ولا مين؟ ولا ده لسه موضح؟ يمكن لحد يمكن النهارده كولر لما اتسال في المؤتمر الصحفي مين اللي هيكون بديل ليه علي معلول، الراجل اللي كان سبب مفتوحه قال ان هو عنده اكتر من بديل، ولكن هي بين اثنين لعيبه ما لهمش ثالث، يا اما كريم فؤاد يا اما كوكا، ولكن الاقرب طبعا كريم فؤاد، خصوصا ان هو لما لعب المباراه الاولى ظهر بشكل كويس جدا جدا وادى مباراه كبيره. نتمنى ان هو يستكمل الاداء اللي اداه في المباراه الاولى في تونس، اللي هي كانت المفروض مباراه اصعب على ملعب الترجي وسط جماهيره، فبالتالي ان شاء الله مباراه العوده يكون كريم فؤاد وكل نجوم النادي الاهلي في الموعد. يمكن الاهلي هيبتدي زيه التقليدي بقى في مباراه الشوط الاحمر والشوط الابيض بالتشكيل الطبيعي، ده طبعا وفقا لنتائج الاجتماع الفني، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون يعني بكره مدعوم بجمهوره اللي لن يقل عن 60,000 مشجع متواجدين في ملعب استاد القاهره. الشناوي كمان برضو بما انه برضو اتكلم عن حاجات كتير، اكد ان هو بيحترم فريق الترجي، ولكن دوافع النادي الاهلي للفوز بالبطوله هتكون كبيره جدا، وفي نفس الوقت كولر طلب دعم الجماهير بشكل كبير، واكد ان هو طول الوقت مع النادي الاهلي بيلعب على تحقيقه. عايز اسالك كمان عن مين هيلعب راس حربه، يمكن ما شفناش كهربا في مباراه الذهاب، فعايز اسالك هل ده بان، هل هو اسامه ابو علي مودست؟ لا يعني مودست طبعا خارج الصوره تماما، هو الموضوع ممكن يكون بين اسامه ابو علي وبين كهربا، ولكن الاقرب كمان اسامه ابو علي اللي خلاص اصبح المهاجم الاساسي للنادي الاهلي في الفترات الاخيره، وهو اللي بيلعب وبيشارك بشكل منتظم، ممكن كهربا يلعب كبديل يكون ليه دور اكبر شويه، يمكن ما كانش ليه دور في المباراه الاولى بحكم طبعا الاهلي كان بيفكر اكثر في الدفاع، مباراه خارج ملعبك وسط جماهير المنافس، ولكن المباراه اللي هتكون على ملعبك الاهلي هيكون يعني منفتح اكثر، عايز يهاجم اكثر، فبالتالي من المتوقع وفقا للتدريبات الاخيره ان يكون وسام ابو علي هو المهاجم الاساسي، ولكن هيكون في ادوار لكهرباء ممكن على جزء من المباراه او حتى الشوط الثاني من المباراه. طب عايز اسالك كمان عن حراسه المرمى، احنا من المباراه اللي فاتت عارفين ان الشناوي موجود، هل بكره شوبير اللي مكمل في النهائي ولا ممكن نشوف الشناوي؟ لا طبعا خلاص مصطفى شوبير هو حارس مرمى النادي الاهلي، الاهلي خلاص مكمل بمصطفى شوبير، الحارس هو اللي ظهر بشكل كامل في كل المباريات الاخيره واللي تالق بشكل كبير. محمد الشناوي برضو لسه راجع من الاصابه، سواء اصابه الكتف او اصابه السمانه، رجع وخف من الناحيه الطبيه، ولكن من ناحيه الجاهزيه اكيد هو لسه مش في كامل جاهزيته، هو لحد النهارده ما لعبش في اي مباراه رسميه مع النادي الاهلي، وبالتالي خلاص يعني الجهاز الفني قرر ان مصطفى شوبير هو اللي هيكون
حارس النادي الاهلي لا قدر الا بلا قدر الله حصل اي حاجه مثلا بالنسبه له، بس هو الحمد لله الدنيا تمام مفيش اي حاجه. مصطفى شوبير هو اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي، وهيكون محمد الشناوي متواجد على دكه الدولارين. محمد، توقعاتك للماتش، وانا عارفه ان ده بيبقى سؤال صعب وخصوصا في مباريات ما هياش سهله زي الاهلي والترجي، ويعني منافسات متكرره ما بينهم، والنتيجه يعني بتروح للتعادل بشكل كبير يعني. فعلا زي ما حضرتك قلتي، فعلا يمكن الاهلي والترجي يمكن مباراه كلاسيكيه ياما شفناها كتير، والترجي من الفرق طبعا الكبيره جدا في افريقيا، زي ما الاهلي كمان من الفرق الكبيره والكبيره جدا في افريقيا، وبالتالي المباريات دي فعلا بتكون خارج التوقعات، ولكن ان شاء الله باذن الله يمكن انا وجهه نظري كده ان الاهلي اقوى والاهلي يستحق اكتر، وان شاء الله الاهلي يقدر يفوز 2-0 بكره ان شاء الله. ان شاء الله يكون الاهلي بطل افريقيا زي ما هو معودنا، كل الناس دعواتها وقلوبها مع النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد عراقي.